محاربة بأسية على الصعيد الدولي، وتقام أكثر في مختلف دول العالم لمحاربة هذا الداء. ألوغ بهذه المناسبة غادي نقوم معكم بواحد العرض، وعرض تجاوبي، يعني ما غادي نعمركمش راسكم بالمعلومات الطبية الدقيقة والأكاديمية، لأن ماشي هذا هو الهدف. الهدف هو نعطيكم واحد التعريف مبسط، وغادي نعطيكم معلومات، وغادي نفتح لكم النقاش. أي واحد وحدة فيكم بغات عندها شي تساؤل تطرحوا، وغادي يكون أنا ذاك اللقاء أنني كنت أجاوب. هذه الطريقة غادي يكون عرض تجاوبي، ماشي عرض غير أن عرض أكاديمي من عندي. لأن فاش غادي نبداها لكم غنبداو بالتعريف. مرض داء السيدة هو مرض حديث هو مرض إنساني ينتقل من الإنسان إلى الإنسان، حيث كاين أمراض تنتقل بين الحيوانات والإنسان، ألوغ السيدة هو مرض إنساني محض، هو مرض تعفني. سببه جرثومة فيروس، تسمى فيروس داء المناعة المكتسبة، اللي هي السيدة. السيدة جاية من اسم فرنسي لو سيندروم ديمينو ديفيسيونس أكي، من الجلسة تقلبوها تقولوا إيدز، على يعني تقدروا تسمعوا في اللغة العربية الإيدز كيف تسمعوا السيدة، نفس الشيء إيدز حيت من غازا تقلبوها تقولوا إيدز، هذا أكي إيمينو ديفيسيونس سندروم. هو مرض قلت لكم تعفوني، سببه فيروس. هذاك الفيروس ينتقل من الإنسان إلى الإنسان، ولا ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان أو من شيء آخر. أسباب تنقل، فهو مرض معدي، تنقول مرض معدي أن تنقل من إنسان لإنسان. طريقة التنقل ديالو بالنسبة للإنسان، الإنسان كاين غير جوج الأمور، إما عن طريق الدم أو عن طريق العلاقة الجنسية، ما كايناش طريقة واحدة أخرى. يعني عن طريق السلام ولا اللعاب ولا ما تيدوش، يعني واحد السيد فيه السيدة إلا سلم عليا راه ما غادي يدوز ليش السيدة، إلا شرب في كاش وشرب تموراه راه ما غادي يدوش السيدة، إلا كلا بالتبصير كلي تموراه ما غادي يدوش السيدة. يمكن له يدوز السيدة خطا إلا عطاني الدم ديالو، أو الدم ديالو دخل عند الدم ديالي، أو وقعت بيني وبينو علاقة جنسية فقط، من غير الدم والعلاقات الجنسية هما الأسباب اللي تدوز بهم مرض السيدة من الإنسان إلى الإنسان. دون ذلك راه ما تيدوش، علميا مثبوتة، وهذه من 1982 لما تم اكتشاف السيدة إلى يومنا هذا. بالنسبة للوقاية، مادام عرفنا الأسباب، إذا الوقاية غادي تكون دو سورس، يعني تتبان من جهة، خاصنا الدم ما يدوش من بنادم بنادم إلا كان فيه السيدة، عليها دابا مراكز تحقن الدم، من واحد تيحتاج الدم باش نزيدوه، السيد اللي غادي يعطيه الدم ما تندوزوهلوش، حتى تنقلبوه في المختبر وتلقاوه خالي من مرض السيدة، عاكن كنا نحقنو به وحدة أخرى. بن هادي على الصعيد الطبي. على الصعيد الإنساني، اللي مثلا من الأفضل ما يداش هي مثلا شتا ديال الأسنان، اللي تنحكو يمكن واحد تيدي يكون اللحم ديالو هابط ديال سنانو غادي يسيل بالدم. من الافضل شتا سنان تكون شخصيه، ما تمشيش بشتا سنان بحدا اخر، متفقين بيان. الوغ وما يقيسكش وسائل يبرا واحد ضرب بها ولا اخر ضرب والو بها، لا، عليها انت تهوب، لان الطبيين ما بقاوش داك ليبرين اللي كنا زمان تنطيبوهم، لا، دابا تنستعملو ليبرا اللي غير نضربو المريض ونساليوها. دونك ملي تلقى ابره انت في الزنقة طايحة، ما تمشي تحلها وتمشي تقبض فيها، تقدر تكون فيها مرض وتدوز لعندك. دوك الوسائل الحادة اللي يمكن يكون استعملها واحد الشخص مصاب، إلا قاستك انت ودخلت راه يمكن يعنيك. السبب الثاني اللي قلنا هو العلاقات الجنسية، فما لا شك فيه على أنه الوقاية هي أنه، نقول لكم صريح، لا علاقة جنسية، ما كايناش علاقة جنسية إذا ما يمكنش قبض السيدة. إذا درت علاقة جنسية راه تقدر تقبض السيدة، لأن يعني ما واش عنده ولا ما عندوش، العلم لله. دونك إذا درت علاقة جنسية راه غادي تنتعرض لسميتو، تنتعرض أنني نقبض هذاك المرض. دونك الوقاية هي ما كاينش علاقة جنسية. غادي تسمعوا باللي كيقولوا لكم ما يسمى بالعازل الطبي. أوكي، العازل الطبي حقا باش نزوق على العلاقة الجنسية، هذاك العازل الطبي
سميه بحال إذا تتوقع علاقة جنسية بدون ما يكون هناك تلامس بين الأجساد بين الأعضاء الجنسية، لأن ذاك الجلدة تكون بحال إلا عازل بيناتهم. ولكن هذا حقا تسميوها غير بحال الديباناج، حاجة واحد في يد الله، حيت نقول له ندير العازل تبدا وتقطع هذوك ما قدرت والو. أرفع طريقة هي ما يكونش علاقة جنسية خارج النظام الشرعي، تكون واحد السيدة مزوجة راه راجلها ما عندهاش وراجلها ما عندهاش ما عندهاش من يجيهم. أما تقول لي شخص آخر فتتكون تتغامر بنفسك. دونك نو قلنا الوقاية جاية بهذه الطريقة، أن العلاقة الجنسية بها تدوز الفيروس من الإنسان للإنسان، دونك نوقفوها ما نديروهاش إلا في إطار الشرعي. وبالنسبة للدم اتفقنا بلي أن الجهاز الطبي واخد الاحتياطات ديالو كاملة. بقات الثالثة هي ما يسمى كما قلت لكم قبيلة الإبرة، وهذا تنشوفه عند بعض الأشخاص، الناس اللي تستعمل المخدرات عن طريق الحقن. وهذوك الناس مع الأسف كل شيء عندهم ماشي نورمال، أصلا بعد ما تيدير المخدر واحد الإنسان ماشي سوي في مخو، قوة الشطارة عاود يشري إبرة، تيضرب الإبرة وصاحبو تيقول له سلفها لي وتيضربها، إلا كان هو في السيدة تيدوز راسو السيدة بطريقة بسيطة على 3 دراهم. دونك هذه بالنسبة للناس اللي تستعمل المخدرات، والحمد لله أنتم شابات، دونك ما هذا بتقول موضوع لا يهمكم، ما تنظنش ان فيكم شي وحده اللي غتكون راح حمق باش تمشي تستعمل كل صح سينو. يعني الدور ديال التعليم، الدور ديال التعليم هي انك تجعل الانسان يكون واعي. واحد الانسان ما قاريش فين كدير به ما بغيت حيت ما تيفهمش، ولكن واحد الانسان اللي تيقرا هذا هو علاش، هذا هو علاش العلم نور، تيفتحو تيولي تيعرف، دونك تيخدم مخو. ما غادي يمشي يدير يدو في العافيه، ما غادي يمشي يدير يدو في العافيه الا واحد الانسان بليد، واحد الانسان قاري تيشوف واحد الخطر ما تيمشيلوش، يعني ما يلقيش في راسو التهلكه. متفقين؟ دونك انا عطيتكم تقريبا واحد شبه خلاصه ديال هذا المرض، وتنتظر منكم الاسئله، وفي ذاك الاسئله ساعات يمكن لي نطور معكم الاجوبه على هذا المرض والوقايه منه.